مشاهدينا لنتعرف معا الآن على أجزاء النظام الإيراني. منذ الثورة الإيرانية عام 79 أوجدت إيران لها نظام حكم خاص ومعقد يعتمد على التعيينات بشكل كبير وبصلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة. الهيكلية السياسية للنظام الإيراني ترتكز بشكل أساسي على أعلى سلطة وهي سلطة الولي الفقيه المرشد. المرشد مشاهدينا يمتلك كافة الصلاحيات ويحدد سياسة البلاد، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تضم الجيش والحرس الثوري. المرشد مشاهدينا يختار كذلك رؤساء القضاء والجيش والمؤسسات الدينية والاقتصادية، وبيده كذلك قرار إعلان الحرب والسلم. ثاني سلطة بعد المرشد مشاهدينا هي رئيس الجمهورية، يتولى السلطة التنفيذية وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، يتم انتخابه بالاقتراع لمدة 4 سنوات لكن يرسم فعليا بعد موافقة المرشد. كما يحق للمرشد إقالة الرئيس إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان على عزله. نصل الآن إلى السلطة الثالثة، مجلس خبراء القيادة، هيئة تضم 86 من رجال الدين ينتخبهم الشعب كل 8 سنوات وفقا للدستور. مهمة المجلس الرئيسية اختيار المرشد ومراجعة عمله، كما يمكنه إقالة المرشد لكن هذا لم يحدث أبدا. كذلك مجلس صيانة الدستور هو هيئة للإشراف على تنفيذ الدستور وتتكون من 12 عضوا. ومن هذه الهيئة إلى هيئة أخرى هي البرلمان أو ما يطلق عليه في إيران مجلس الشورى الإسلامي، يتكون من 290 عضوا يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات. يحق للمرشد إلغاء قرارات البرلمان بما يعرف باسم القرار الحكومي. هذا مشاهدينا هي تركيبة النظام الإيراني. إذن معنا الآن عبر سكايب من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. دكتور عبد العزيز أهلا بك معنا، ما قراءتك بداية لهذه التعيينات الجديدة لخامنئي؟ مساء الخير أستاذ صهيب لك ولمشاهدينك في كل مكان. في الحقيقة هو استمرار لنهج الجناح المتشدد الذي يعني بات واضحا في إيران، فوصول سيد محمد باقر لرئاسة البرلمان وهو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري وله باع طويل وتاريخ طويل فيما يتعلق بالعمل الثوري، وأيضا رئاسة بلدية طهران أو محافظة طهران كان مساعدا في وقت أحمد نجاد، ومن ثم استمر بعد ذلك في رئاسة هذه البلدية. أيضا هذا يعني دليل مؤشر على أن الجناح المتشدد اللي فاز بأكثر من 1000 أعضاء في الانتخابات كان له دور ودور مهم في وصول سيد محمد باقر إلى إلى رئاسة البرلمان. السيد رئاسي هو المسؤول عن السلطة القضائية وهذه السلطة التشريعية، وبالمقابل هو استمرار للنهج لأنه هنالك جناح متشدد في إيران يرى أن سلطة روحاني أو ما يسمى بالتوجه الليبرالي لم يحقق النتائج التي كانت مطلوبة في السابق. بمعنى ما دام انه المعتدلين لم يحققوا الاهداف المرجوه، عذرا على المقاطعه سيد عبد العزيز، ولكن هذا الجنوح باتجاه هؤلاء المتشددين الى الشخصيات المتشدده الاكثر تشددا من المحافظين، ماذا ينبئنا لجهه طريقه تعاطي النظام الايراني في الداخل والخارج؟ هو يعني على فكرة النقطة المهمة جدا اللي يجب الانتباه لها هو نتيجة الانتخابات الأمريكية وما سوف تصل إليه. في حال استمرار الرئيس ترامب في الفترة الثانية المقابلة ربما تلجأ إيران إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، وربما تقبل بالضغوط التي يمكن أن تكون وتقبل بالشروط الأمريكية. ولكن في حال وصول المرشح الديمقراطي سيد بايدن إلى السلطة فهذا يعني أنه سوف يحاول مساعدة إيران للخروج من المأزق. نعم. وخروج إيران من المأزق يعني ضرورة وجود شخصيات مثل روحاني وظريف ومعروفين الغرب، وعلى فكرة
ناريجاني اللي كان رئيس البرلمان السابق والآن أصبح يعني عضو في مستشار، نعم المستشار، وأيضا في عضو في مصلحة تشخيص النظام. فهو أيضا يتمتع بعلاقة مقبولة مع الغرب، لأنه شارك في المفاوضات في الاتفاقية النووية لفترات طويلة، وكان موجود في هذا البرنامج. فهو تدعي إيران في بعض الأحيان أنها أجنحة مختلفة، ولكن في حقيقة الأمر هي كلها تنطوي تحت السلطة المطلقة للمرشد الأعلى علي خامنئي. فهنا نجد أن سلطة البرلمان التشريعية، السلطة القضائية، وأيضا تشخيص النظام أو تشخيص مصلحة النظام حسب ما يسمى، حتى رئيس نعم الحكومة السلطة التنفيذية نعم روحاني لم يخرج عن طيب عباءة المرشد نعم واحتفظ دكتور بعلاقة عبد العزيز، قوية مع جيه. نعم هذا يعني بحديثك على العلاقة مع الغرب وتحسبا لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، هذا كيف سينعكس على دول الخليج، على جيران إيران؟ يعني بالتأكيد بالنسبة لدول الخليج، في حال وصول السيد بايدن إلى السلطة راح يكون عنده توجهات مختلفة. هو في السابق طرح على سبيل المثال تقسيم العراق، هو يرى أنه إيران تستحق دور أهم وأكبر في المنطقة، وهو يتجه نفس الخط اللي اتجه له الرئيس أوباما السابق. هو أيضا يرى أنه التحالف بالنسبة لليمن غير ضروري، وأن حرب اليمن يجب أن تنتهي. هو يرى أنه التشديد من الديمقراط بالنسبة لكثير من القضايا التي تهمنا في منطقة نعم الخليج. لكن استمرار رئيس ترامب معروف سياسته، أين سوف يتجه وكيف سوف يتم هذا التعامل. أنا في اعتقادي يعني في الخليج يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، نعم ولا بد يكون لدينا تصور واضح لتوجهات وسياسة كل طرف وكيفية التعامل مع من يصل للسلطة وانعكاسه على إيران وانعكاس السياسة الإيرانية أيضا فيما يتعلق بمنطقة الخليج. هذا الموضوع مهم جدا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، حدثتنا من جدة.